الخير عليكم جميعا، واحلى الكلام كلام البنات، ويوم جديد وفقرات جديده ومختلفه وكلها حاجات جديده وهتعجبكم جدا. لكن الاول خلوني ارحب بزميلتي نرمين. وازيك يا نرمين؟ ازيك يا شيري، اخبارك ايه؟ بقى لنا ايه اسبوع ما تقابلناش تقريبا، صح الجدول؟ والله يعني بصي، يعني ساره امبارح قعدت تقول لي انت قلتها ما كنتش اجازه، انا كنت بقى عندي حاجات خارجيه والله كده بالزبط. يعني بنصور فقرات خارجيه عشان نعرضها برده على حضراتكم. بالظبط كده. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي، كله تمام. اخر اسبوع ويك اند بقى، يا رب يكون ويك اند سعيد على حضراتكم. عايزه ارحب بكل الناس وكل البنات والستات في مصر والوطن العربي، يوم جديد وحلقه اخر الاسبوع والويك اند، واستمتعوا بالويك اند. ويمكن الويك اند ده هيبقى بالنسبه لنا احنا يعني كاهالي او امهات هيبقى مختلف، لان دخلنا المدرسه خلاص، ففهمنا او حسينا بقى بقيمه الويك اند اللي هو الخميس والجمعه والسبت، فاستمتعوا ايتها الامهات. فالنهارده يبقى معانا حاجات بقى كتير، حاجات كتير وحاجات حلوه جدا. النهارده عايزه اقول لكم احنا هنبارك لمنتخب مصر للبنات تحت ال 20 سنه لكره الطايره، واللي فازوا ببطوله افريقيا اللي اتعملت في كينيا، وبفوزهم ده قدروا ان هم يتاهلوا رسميا لبطوله كاس العالم. تخيلوا يا جماعه، كاس العالم اللي هتتعمل في المكسيك، في المكسيك، شيء طبعا كلنا نفتخر بيه جدا جدا. وعشان كده النهارده احنا قررنا ان احنا نستضيفهم في الاستوديو ونحتفل بيهم ونسمع منهم حكايات الفوز على اقوى فرق افريقيا. طبعا بنبارك لهم، وهتكون فقره مهمه جدا 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 معانا ان شاء الله، لان هنسمع بقى منهم كمان كواليس والمعسكرات، لان ناس كتير جدا يقول لك ايه، احنا اهم حاجه عندنا عايزين نعرف هم في المعسكرات بيعملوا ايه، طبعا عشان يعني زي ما بنقول عندنا باد هيستوري. فهنتكلم معاهم عن حاجات كتير، وعايزه اقول لكم ان البنات اللي موجودين معانا بجد هم ثلاث بنات امارات، فتابعونا هتبقى فقره ان شاء الله حلوه جدا. النهارده هيكون كمان معاد فقرتنا الاسبوعيه انا وزميلتي امل يونس، هنتكلم النهارده عن الحموات. بس خليني اقول لكم ان يعني فكرة الحما يا شيرين دلوقتي اختلفت عن زمان. زمان كان عندنا بقى فيلم الحماوات الفاتنات وحماتي القنبلة الذرية وحاجات كده كتير، وحماتي ملاك، في حاجات كتير. بس بجد والله انا شايفة ان فكرة او اسلوب الحما دلوقتي لا، مختلف عن زمان. يعني انا شايفة لا، مفيش في طبعا بتبقى مشاكل ما بين الزوجة والحما، لكن ما بقتش زي زمان. هنتكلم عن العلاقه المتوتره غالبا ما بين الحموات ومرات الابن، وهنعرف دور الغيره والعناد في توتر العلاقه دي، وهنسمع معاكم راي الحموات نفسهم وراي بقى كمان مرات الابن هيكون عامل ازاي، وهنديكم نصايح لمرات الابن تتعاملي ازاي مع حماتك، وهنقول كمان للزوج، لان الزوج اكيد كمان عليه دور مهم جدا. فتابعونا، دي هتكون برده اول فقره. طبعا فقره مهمه جدا. اخبارها ايه؟ حماتي حبيبتي، دي عارف؟ طبعا انا عارفه، صحتي دايما الحمد لله. لا علاقتي بيها حلوه جدا الحمد لله، وعلى طول الحكايه دي احنا عندنا بالانس حلو قوي. حماتي تحبني جدا وتدافع عني في اي حاجه من غير ما تفكر. طب ده هي والعكس صحيح مع والدتي، والدتي تحب يعني جوزي جدا وتدافع عنه مهما يحصل. بس هو في بالانس، في بالانس على فكره. لكن ان انت تبقي مامتك بتدافع لك وتحمي لك على طول غصب عنها، طبعا هي بنتك، يعني هي انت بنتها، فهتبقى لو سمعت حاجه عنك حاجه تضايقك اكيد هتبقى متضايقه. بس في الاخر انا دايما اقول ايه، الزوج والزوجه بيتصالحوا، وبعد كده الحما سواء من ناحيه الزوجه او من ناحيه الزوج هم اللي بيبقوا شايلين. فدي بالانس حلوه جدا، وتابعونا النهارده هتكون فقره حلوه جدا، وهنديكم كمان نصايح. بالظبط كده. وعايزه اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم مع الفنانه الجميله دنيا النشار، واللي شفناها في دور زينب في مسلسل سلسله دم، مع الفنانه القديره عبله كامل، وشفناها كمان مع الفنان الكبير نور الشريف في مسلسل الرحايا، ده غير طبعا دورها في مسلسل بنات سوبرمان. هنعرف منها حكايات كتير جدا جدا بعد شويه. طيب احنا دلوقتي هنطلع لفاصل، بعد الفاصل بقى عايزه كل الحموات وكل الـ يعني زوجة الابن، وعايزه كمان الازواج، لان الازواج بيبقى عليهم دور مهم جدا، يقعدوا يتابعوا الفقره اللي جايه دي مع زميلتي امل يونس، هنتكلم عن الحموات والغيره. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، أول فقراتنا الحوارية والأسبوعية اللي بتبقوا متعودين عليها، وحكايات البنات بقدمها دايما مع حضراتكم أنا وزميلتي أمل. ازيك يا أمل؟ ازيك يا نرمين، ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا النهاردة في كلام البنات. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الحموات، ازاي الأم بتتعامل مع مرات ابنها، وازاي برضو الزوجة بتتعامل مع أم جوزها.
انت ايه رايك يا نرمين؟ لا انا رايي ان يعني يمكن لو كنت بتشوفيني انا وشيري في الانترو كنت بقول الفكره اختلفت. يعني الفكره دلوقتي لا ما بقاش زي الاول. علاقه البنت بحماتها لا، ويمكن علاقه زوجه الابن بالحما دلوقتي بقت من اصعب العلاقات الاجتماعيه، علاقه زي ما بنقول كده متشابكه وعلاقه معقده في احيان كتير قوي. علاقه ممكن يتبني عليها اما يبقى في استقرار في البيت والدنيا لطيفه وجميله، وممكن بعد شر طبعا انه يتهد البيت. علاقه محتاجه يبقى في بالانس زي ما كانت شيرين بتقول، ويبقى في توازن كبير جدا في التعامل المتبادل ما بين الزوجه وما بين حماتها، والزوج عليه عامل مهم جدا. انا معاكي جدا جدا جدا، وعايزه اقول لك انه اكتر حاجه بتنهي العلاقه دي هي العقد. ان انت العند بين الطرفين، ان انت تبقي بتعندي والطرف الثاني برضو بيعند اكتر، وكل واحده فيهم شايفه انها الاحق في الراجل. الام شايفه ان هي اللي ربت وتعبت وكبرت، وهي اللي من حقها ان ابنها دايما يبقى موجود وبيسمع كلامها وبيعمل اللي هي بتقول عليه، والزوجه شايفه ان من حقها ان هي تعيش في امان مع جوزها ومحدش يتدخل في حياتها. والله بصي، يعني هو العند عموما بيبوظ اي علاقه، يعني سواء ما بين راجل ومراته او سواء ما بين حتى اتنين صحاب، يعني اي علاقه غير العند. يعني احنا قلنا ممكن اللي بيبوظ العلاقات دي العند، نمره اتنين الغيره. الغيره كمان اي ام بتغير اكيد على ابنها، وبتبقى معتبره ان الزوجه دي ست جت خدت منها حبيبها، لو يعني لو صح التعبير. وطبعا الزوجه بتغير على جوزها جدا، عايز اقول لكم حتى لو من مامته. لا الستات احنا للاسف دي موجوده عندنا كست، لما الاقي راجل عمال يدلع في مامته وبتاع، لا ممكن انا شفت ده كتير، الاقي الزوجه بتبقى قاعده عارفه اللي هو ايه بالبلدي كده بتهري وتنكت في نفسها، اللي هو يا بنتي عادي على فكره دي مامته، يعني انت زوجه وحبيبه ودي مامته. من هنا بقى بيبدا الصراع الخفي في الاول، وبعد كده يطلع بقى ايه للعلن، وتبدا ايه زي ما بنقول الدراما. يعني كانت هي بتبقى جوه نفسها، بعد كده تبتدي تتكلم معاه، بعد كده تبقى المشكله ما بينها وما بين حماتها، تبقى بقى الدنيا بتقوم بتبقى مشكله ما بينها وبين جوزها، نبتدي بقى اصلا قالت لي والدراما بقى والافلام اللي بتحصل. احنا طبعا بمناسبه الدراما كلنا فاكرين فيلم حماتي قنبله ذريه والحموات الفاتنات، دي كانت من اشهر الافلام اللي اتعمل فيها دور الحموات في السينما المصريه في حياه ولادهم وبناتهم، وشفنا فيهم قد ايه الحما ممكن تغير او تقلب الحياه، يعني ممكن من حياه هاديه ومستقره تقلبها راسا على عقب. طيب خلونا بقى ندخل في الموضوع ونتكلم بقى ان ازاي الزوجه تقدر تكسب قلب حماتها. والله انا يعني حضرت لكم كده كام حاجه من خلال حاجات كتير، يعني حضر بعض النقط اللي بقول لكم عليها من خلال التجارب الشخصيه، من خلال حاجات علميه، من خلال زي ما نقول مكتسبات حياتيه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ تهادوا تحبوا. فدي اول حاجه الهدايا. ببتدي بالهدايا. انا ببتدي بالهدايا. بالهدايا على طول. عشان الست بس والله هقول لك حاجه، الست دايما يعني اما بيجي لها اي هديه مش هديه كبيره، يعني ده لو ورده بتبقي مبسوطه. فتخيلي لما هي ست كبيره وجبت لها هديه، بس ما تجيبلهاش بقى هديه ايه حاجه خاصه بالادوات المنزليه، لا اجيب لها حاجه شخصيه ليها، حاجه يعني هي تحبها. حاجه تستخدمها. صح ولا لا؟ انا بقول غلط؟ لا ده حقيقي. شفتي بقى شفتي. طب ايه تاني غير الهدايه؟ الزيارات، يعني مش لازم لما جوزك يروح يبقى فاضي ويروح، لا انت ممكن تروحي انت لوحدك خالص، يعني جوزك مش فاضي فطنط حبيبتي انا جيت لك النهارده هو مش فاضي فانا. بس هقول لك على حاجه، يعني انا بشوف ان فكره الزيارات او كده مش هي اللي ممكن تقرب، يعني ما انت ممكن تبقي بتروحي كتير، بس لو دي غيرانه من دي او دي غيرانه من دي هيبقوا بياكلوا في بعض عادي جدا. يعني قصدي ان في حاجات هي اللي ممكن فعلا تقرب اكتر في طريقه التعامل اكتر من ان انت تبقي مثلا بتروح لها كتير. بس خلي بالك ما انا لو لما اروح لها، يعني في بنات تيجي تقول لك انا بروح لها كتير جدا، انت ممكن تروح لها كتير جدا بس انت مثلا ممكن كل مره بتروحي تحرق لها دمها. لا ما انت برده ما تروحلهاش كتير جدا، مش كل يوم عندها مثلا، يعني بيبقى في ناس عايشين في بيت واحد او عماره واحده او عمارتين جنب بعض، تلاقي مرات الابن على طول باراشوت عند حماتها، اكله نايمه شاربه، لا ما هو برده ده مش حاجه لطيفه يعني. لا يعني يا بخت من زار وخفف زي ما بنقول كده. النهارده جايبه لكم كم امثال شعبيه رهيبه يعني. لا يعني روحي واقعدي يعني ساعديها، لو هي محتاجه حاجه في البيت ساعديها. طنط ده انا جايبه لك النهارده مثلا الغدا وقلت نتغدى انا وانت مع بعض، دي حاجات كمان لطيفه جدا. المشاكل مش لازم ان انا كل ما اروح لها، حتى لو انا متخانقه مع جوزي
او لو مش متخانقه اقعد اقول لها على فكره ده ابنك بيعمل وبيسوي بيه ما ينفعش على فكره، ما هو في الاخر ده ابنها تزهق منك، او في او العكس بقى، او انها مثلا بالزبط. هي تبقى بتحكي لمرات ابنها دايما على مشاكل كل ما بتشوفها بس تقول لها مش عارفه قصص طلاق، قصص مش عارفه ايه، قصص ماساويه، يعني دايما لازم تبقى العلاقه فيها شويه ايجابيه اكتر بالزبط. من الحاجات السلبيه بالزبط. من ناحيتين. متهيألي انت هيبقى معاكي دلوقتي هنشوف بقى من حق الحما. في حاجه ثانيه كمان مهمه كنت عايزه اقول، هو هل من حق الحما انها تتدخل في حياه ابنها؟ انت ايه رايك؟ لا انا 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 كنرمين رايي لا، وعلى فكره انا مش بقول رايي انا الشخصي، لا انا بقول رايي اللي يمكن فيه طبقه كبيره جدا او اللي في سني. لا انا لا ده حقيقي. هو بصي هو فعلا المفروض ان حتى الام من اول ما بتربي ولادها هي المفروض تبقى عارفه انه انا بطلع شخصيات مستقله بالظبط، ما يبقاش عندي حته انه انا بربي فهي هتاخد مني، او انا بربي فهي هتاخد بنتي او ابني او يعني هو المفروض انه انا لا انا بطلع شخصيه مستقله، شخصيه افهمه ازاي هو يقدر يتعامل مع مراته كويس طبعا، وما اتدخلش المفروض في حياته. مش من الطبيعي ابدا ان انا ابقى كل حاجه عايزه اتدخل وعايزه اعرف هم عملوا ايه وراحوا فين. يعني في حماتي تقول لك لا انت ازاي نزلت وما قلتليش. انا حصلت لي في بدايه جوازي على فكره من بابايا والله بجد في اول الجواز، يعني ويمكن ده كان غلط مني انا، يعني اكيد الواحد بيتعلم دايما من اخطائه. رجع نزلنا خرجنا وراجعين بالليل متاخر، بابايا تاني يوم انت ازاي ترجع؟ ايوه انا راجع مع جوزي في راجل خلاص انا مسؤوله منه دلوقتي. ففكره ان الزوجه او الزوج يدخلوا اهلهم، بجد انا بقول لكم من خلال تجربه شخصيه اوعوا تعملوا كده، لان الحياه بقى بتتدمر ما بين الزوج والزوجه، ما بين اهل الزوج والزوجه، وما بين اهل الزوجه والزوج، فالدنيا بتبوظ. ومهما عرفتوا ان انتوا تصلحوا الدنيا، وفي حته كده بتبقى مفترق طول، يعني هتلاقي صح. مثلا الام تتقبل من ابنها، بس ممكن انت كمرات ابنها لو قلت لها حاجه لا مش هتفوتها لك، مش او هتتضايق منها، والعكس صحيح. فلازم نخلي بالنا برضه من الحته دي، يبقى في توازن كده. اكيد كمان في دور مهم جدا للزوج نفسه بقى في ان هو يفض الاشتباكات اللي بتحصل دي. بس خلونا قبل ما نتكلم عن الزوج ودور الزوج، تعالوا نشوف راي بقى الستات او الزوجات لما سالناهم علاقتك عامله ايه مع حماتك. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. بتعاملي حماتك ازاي؟ ماشي بمنتهى الذوق منتهى الادب، بحدود يعني. ايه اكتر حاجه بتضايقك منها؟ لما تحشر نفسها في المناشفي. انا كان معايا حماتي بس كان ست، انا دخلت عندها وانا عندي 16 سنه، انا ما كنتش بقول لامي يا امي قد ما بقول لها هي يا ماما، بس كانت ست عظيمه. ما بيعجبهاش اي حاجه فيا اي حاجه، وعلى طول ساكته ما بتتكلمش، ولما يجي جوزي تروح فاتحه بقى بقها وقايله على كل حاجه بقى، دي فاشله ما بتعرفش تغسل ما بتعرفش تطبخ كده يعني. الست ملهاش راي ملهاش حاجه، ولو قالت مع جوزها اتكلمت ولا حاجه تقول له لا ما تمشيش عليك هي الست، يعني ممكن السعاده تخرب البيت بين ابنها على اساس ان هي لا مراتك ما تمشيش عليك ولازم تطلقها ولازم تتجوز غيرها. كانت ام ليا ما كانتش حامل، يعني تعتبر امي وربنا عالم، لغايه دلوقتي على فكره هي عايشه وبتدعي لي كل يوم جمعه لازم توصل لي الدعوه، لو انا مش معاها بتتصل بيا وتقول لي، بقول لها انت ادعي لي يا امي، تقول لي انا بدعي لك دلوقتي. ممكن تخلي الولد يطلق مراته وكده عشان مش بتحبها، ممكن تعمل مشاكل ما بينهم. لو هتعتبرها يعني ان هي مامتها وتعملها بما يرضي الله وكده مش هتحصل مشاكل، او هي كمان هتعتبرها بنتها فالدنيا هتمشي كويسه يعني. انا حماتي ست طيبه جدا وبعتبرها ماما اصلا، مفيش اي مشاكل بيني وبينها يعني، وبحاول ان انا اشوف فيها ماما عشان ما احاولش ان انا ازعل منها مهما حصل لي. بدون مجامله انا بتعامل مع حماتي زي مامتي بالظبط، ومفيش اي مشاكل بتحصل، حتى لو في اي حاجه بسيطه حصلت بنتداركها، يعني عشان احنا يعني اعتبر فهمنا بعض بالعشره، وانا بعملها في الاول وفي الاخر زي والدتي. زي ما شفنا ده راي الزوجات في علاقتهم بحماتهم، وطبعا يعني خدتي بالك من اللي قالت لك، هو بتفضل قاعده ساكته لحد اما بيجي وبعدين تفتح بالي، يعني انت حضرتك يعني مش هتباتي في البيت النهارده. لا يعني برضو بصي يعني دايما بلاش، انا لعلمك ما احبش كلمه الحما دي، يعني احب اقول ام جوزي او، لكن ما احبش كلمه الحما. انت بتقولي حماتك ايه، يا طنط ولا يا ماما؟ لا يا طنط. يا طنط انا ما لا بصي انا برضو برفض فكره لا ان انا مفيش حد بياخد دور الام. انا بالنسبه لي ام واحده. لا طبعا يعني ما فيش حد عمره بياخد دور الام، خلينا نبقى صادقين. بس في نفس الوقت يعني مامة جوزك مش لازم تحسسيها ان انت حماتي، فاهمه؟ ساعات الكلمه دي لوحدها بتضايقهم يعني. ف
فهي تقول لك لا هي بتفتح بقها. لا ما احنا كمان بصي ما انت لو هتبتدي تقولي ما هي هتفتح بقى. يعني برضو في طريقه نتكلم بيها عن مامه الزوج لازم تبقى برضو محطوطه في الحسبان. يعني هي فعلا لو سمعتها النهارده على التلفزيون متخيله الوضع. هي ولا حماتك وهي خلاص مش تبقى حماتك يعني خلاص انت هتقولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. لا بس دلوقتي يعني احنا يمكن شفنا نماذج دلوقتي للزوجات يعني يمكن سنا مش في نفس السن بتاعنا، لكن خليني اقول لكم بجد ان سننا احنا البنات فيهم نوعين. في نوع ما بقاش يستحمل خالص وبقى بيستسهل فكره الطلاق اللي هو لا 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 حماتي قرفاني بتاع لا انا هروح اتطلق. مع ان ده مش سبب، ده سبب حته بس الزوج زي ما انت قلتي. يعني ساعات تبقى لو الحما مش ظريفه بس الزوج عارف يتعامل، هو الزوج هو اللي بيهندل يا جماعه الدنيا بالزبط. هو اللي بيعرف يهندل الدنيا. يعني انا بشوف ان لما بيبقى فيها مشاكل ما بين الحما وما بين مرات الابن انا شايفه الموضوع بيكمن في الزوج، ده حقيقي. هو اللي ما بيعرفش يهندل يعني الدنيا يعني. ده حقيقي. خلينا بقى نشوف راي الحماوات نفسهم. ايوه بقى ايوه بقى علاقتهم بمراتات ابنهم عامله ازاي. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع تاني. اكتر حاجه بتضايق حضرتك في مرات ابنك او ايه اكتر حاجه مثلا انت بتاخذيها عليها؟ مثلا لما هي ما تقدرش حته ان انا ام جوزها، لما ما تقدرهاش ازاي؟ يعني بتتعامل على انها مثلا هي الكل في الكل، هي الكبيره مثلا، تتعامل بقله ذوق مثلا، تحب تبقى هي مسيطره، كلام يعني حاجات من دي. ولا حاجه مفيش حاجه تضايقني في مرات ابني. يعني ايه يعني بتعاملك كويس مثلا فانت حاسه؟ لا الحمد لله. طب ايه اكتر حاجه ممكن تضايق الحما في مرات ابنها لو عملت ايه؟ انها ما تسمعش كلامها او ما تطيعش جوزها او اولاد، يعني تبقى معاملتها مش كويسه. هي اي واحده بتتجوز بتبقى في تشك بينها وبين حماتها، ده في الاول، ده الشيء الطبيعي. بس اي بنت بقى لو هي عملتها زي امها حاجه يعني من عيلتها الموضوع بيعدي عادي. وحقيقة وشطارتها. ايوه بس هي في الاول بتبقى في يعني تشك كده بينهم اكيد. يعني تحاول تتفهمها وما تحطش بقى راسها براسها، لان ما ينفعش، مش هينفع نفس الوقت مش هينفع تخرب على نفسها. فهي تحاول تصاحبها، تخليها زي والدتها، تحاول تتحسس ان هي بنتها التانية، مش هي ما خدتش ابنها، هي جت واحدة عليها. هو بص كل بيت فيه مشاكل، بس المهم اللي يكون حكيم يعني في تصرفاته ويكون حكيم فيه. الحمد لله كويسي. تجربتي انا الحمد لله معايا مرات ابني الحمد لله، بتقول لي يا ماما من اول يوم ما اتعرفنا عليها وهي بنتي وبراعيها، يعني ما فيش حاجة تبقى ناقصاها في البيت. كويس، هي ساكنة لوحدها وانا لوحدي، فما فيش يعني اي مشكلة. علاقة جميلة قوي، وهي بنتي ما بعملهاش زي ابني بالظبط، وما فيش اي مشاكل الحمد لله، وحاجات بسيطة خالص كده وبتتبخر. عجبني قوي اخر رأي ده، يعني حاجات مشاكل كده بسيطة بعدين بتتبخر. بس شفتي بقى اللي قالت لك ايه؟ تسمع كلامي ليه؟ يعني طبعا تحترم حضرتك، طبعا اكيد لازم تحترم اي زوجه، لازم تحترم حماتها لان هي دي زي امها بالظبط، لكن تسمع كلامي ما لفتتش نظرك كده؟ ما هي شويه تحسي ان هي برضو ما هي داخله في حته العند، يعني هو لازم تعمل اللي انا عايزاه ولازم تعمل اللي انا بقول عليه. لا بس يعني ما ينفع يعني. لا طبعا ما ينفعش، لا انا احنا جايين نهدي النفوس والله. يعني انا بقول هي شعرايه، يعني لو الزوجه عرفت ان هي توازن ما بين الدنيا هتبقى الدنيا كويسه. تحترمي حماتك وتسمعي اكيد كلامها، لكن ما تدخلهاش في حياتك. وحضرتك كحما ما تتدخليش في حياه زوجك وزوجتك، كل واحد عارف ظروفه وعارف ايه اللي بيناسبه وايه اللي ما بيناسبهوش. خلينا بقى نتكلم عن الزوج نفسه، الراجل بقى نفسه. دور الراجل، يعني اكيد الراجل ليه دور مهم جدا. ما ينفعش حضرتك تبقى مثلا طبيعي قاعده مع جوزي فبفك بكلمتين، مامتك النهارده مش عارفه كانت عامله ايه، ده اكلها لا ما كانش حلو قوي النهارده. مش لازم بقى حضرتك تروح لمامتك وتقول لها اسكتي ده قالت لي اكلك وحش. طبيعي هتشيل منها، طبيعي والعكس صحيح. ما ينفعش مامتك قالت لك حاجه. ده غشيم قوي لو عمل كده. لا فيه والله العظيم، فيه على يدي، فيه والله العظيم، فيه في اتنين بيبقوا قاعدين بيفضفضوا زي يعني طبيعي، واحده وجوزها بيتكلموا. يروح يقول لمامته دي على فكره قالت عليكي ان اكلك مش حلو، حتى لو بتهريج. طبعا
ما ينفعش، ما ينفعش خالص يعني. وخليني اقول لك، هو اكيد الاكل مش عاجبه بس هو ما قدرش يقول لها طول حياته. ايوه هو جرى في مراته ومراته. ده حقيقي. خليني اقول لك بقى ان في كمان بيبقى الحما دايما متعودين عليها اللي هي ام الزوج، لا في حما تانية اخت الزوج بقى، دي بتبقى احلى حما في الدنيا الحقيقه يعني، بتبقى وخصوصا بقى لو اخت الزوج في سن كمان الزوجه، بيحصل كم غيره غير طبعا. بس ده لو في غيره يعني، لو في غيره بيبقى كده صدقني بيبقى فيه. بس هي الام دايما، احنا دايما بنتكلم في حته الحما انه الام، لان هي دايما بيبقى عندها حته ان خايفه دي تيجي تاخد ابني مني، خايفه دي تبعده عني. انا 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 يمكن لما انا عندي ولد، بس طبعا لسه بدري قوي عليه على بال ما يتجوز يعني. بس الفكره بس اكيد هتبقي حما شويه. لا انا هبقى حما جدا يعني. بص انا بقول لكم حاجه، انا بس يعني بحس يعني مثلا لما بلاقي زمايله في المدرسه بيكلموا او كده، ايه يا يوسف ايه في حاجه معينه، انا بغير، انا بغير جدا، بغير جدا جدا جدا. بس يمكن عشان هو عندي ولد وحيد، بس هو مش دلوه، مش ابن امه. احنا في حلقه تانية بقى هنعمل لكم الولد الدلوه ابن امه، عشان دي برضو مهمة مأساة. جدا جدا جدا. ليه يا محمود اخص عليك ليه؟ محمود زميلنا في الاعداد بيقول لي انت مش هتقدمي الفقره دي. عشان عارف ان انا يعني، لا والله بالعكس، انا دايما يعني مش لا في صف الست ولا في صف الراجل، في صف الحاجه اللي دايما الواحد بيقول لك لما بيبقى بره الموضوع بيعرف يحكم صح. فيعني انا اتمنى في يعني خلاصه الفقره ان الزوج هو اللي دايما بيبقى عليه عامل كبير جدا جدا جدا، ان هو يعرف يعمل توازن ما بين الزوجه وما بين كمان مامته. اتمنى الفقره النهارده يعني تكون عجبتكم. خلصت فقرتنا كده النهارده، ونشوفكم الخميس الجاي في موضوع جديد. هنتكلم في ايه الخميس الجاي؟ مش عارفه. نتكلم في طب والنبي نعمل راجل ابن امه، ابن امه او النبي نعمل. نتكلم عن ابن امه. وانتوا ابعتوا لنا برده على البيج بتاعتنا على الفيسبوك كلام البنات، لو عايزيننا نتكلم في حاجه معينه احنا ممكن ما نكونش في دماغنا ابعتوا لنا قولوا لنا يعني. طيب كلامنا اكيد ما بيخلص، هنروح نشوف تقرير عن يوم الخير واللي عملته مبادره بدايه جديده اللي اسستها نجلاء عياد. ويوم الخير المره دي كان لتوزيع الادوات المدرسيه على بنات وابناء السيدات المعيلات. كان يوم الحقيقه مبهج جدا 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 جدا، وقدرت كمان نجلاء عياد ودكتوره ايمان انيس وكمان كان معاهم كل رجال وسيدات المبادره في ان هم يرسموا البسمه على وشوش الاطفال. هنروح نشوف التقرير وبعدها هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم مع شيرين ومع الفنان. انت بتبكي يا زينب؟ بتبكي يوم فرحة؟ انا ما عاوزاش اتجوز، قلت لكم ما عاوزاش اتجوز. انا لا نازله ولا طالعه، انا ما عاوزاش حاجة. معقولة هارون جد فراش عمل مع بكك كده؟ أنا بكيت زينة، عاوزاك تطمن علي. ورجعنا لكم تاني في كلام البنات، وجا دلوقتي معايا فقرتنا الفنيه، والنهارده هنتكلم مع الفنانه دنيا النشار اللي شفناها في اكتر من عمل درامي وحققت فيهم نجاح كبير جدا، زي مثلا زينب في مسلسل سلسله دم مع الفنانه القديره والمحبوبه عبله كامل، ومسلسل كمان بنات سوبرمان وستات قادره، ده غير مشاركتها مع الفنان الكبير جدا طبعا نور الشريف في مسلسل الرحايا. خلوني الاول ارحب بنجمتنا النهارده دنيا النشار. ازيك يا دنيا؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده. حبيبتي احنا اللي مبسوطين بيكي والله، فرحانين بيكي، وانت عامله ادوار كتير ونجاح كبير، فطبعا احنا نبقى فخورين ان انت تشرفينا في البرنامج ونتكلم بقى عن كل الانجازات الحلوه دي. شرف ليا والله. حبيبتي تعالي نبتدي الاول بسلسال الدم. طبعا مسلسل حقق نجاح كبير جدا جدا وكان ليكي دور مهم فيه، فعايزاكي تكلمي بقى عن دور زينب بقى، احكي لي بقى. بصي هو مبدئيا دور زينب في الاجزاء اللي فاتت ما كانش موجود. أوكي. فكون ان انا اوريدي اجي اشتغل في مسلسل هو اوريدي فيه مشاهده عاليه جدا ومحقق نجاح عالي جدا، وهو يعني انا عارفه ان المسلسل كده كده هيتشاف، فانت داخله بقى جديده على المسلسل، داخله جديده على المسلسل وهم اسره مع بعضيهم وكده، حاسه انك داخيله، لكن الحمد لله قدرتي ان انت تفت الموضوع كويس. صعب والدور كمان مش سهل جدا، لان هو فيه يعني تقلبات نفسيه كتير جدا. وبعدين احنا شعب عاطفي جدا. صح دي حقيقه. المصريين شعب عاطفي طبعا جدا. فدايما يقول لك الجمهور بيميل للادوار الطيبه قوي او الشريره قوي.
فانا كنت شخصيه المفروض في المسلسل ان هي طيبه قوي وغلبانه قوي وتوبت اكتر واحد شرير كل الاجزاء. أيوة اللي فاتت. عملتي اللي ما يتعملش وحاجه بالظبط. يا اما ده تحدي صعب جدا طبعا. يا اما الناس تقتنع ان انت فعلا قدرتي تعملي كده وما تقتنعش. خصوصا ان انا المسلسل اللي قبليه على طول كان بنات سوبرمان كنت شريره بقى. بدات توريهم برده ناحيتين شويه كده شويه كده اللي هو ازاي يعني. بس فالحمد لله الحمد لله الناس اقتنعت. جالي كومنتات انا ما كنتش متخيلاها على المسلسل الحمد لله يعني اتكرمت عليه كذا مره الحمد لله الحمد لله. وبس والناس بقى يقولوا رايهم كتمثيل الشخصيه كانت استهلكتني جدا طبعا بجد طبعا لا هي كانت يعني صعبه طبعا كانت صعبه مش صعبه سهلة. وطول الوقت عياط وقلق وحزن. طب ده ما اثرش فيكي ما اثرش على المود بتاعك؟ كنت كئيبه جدا قعدت فتره كده كئيبه جدا. طيب طبعا يعني الاسره في البيت او المسلسل ده يخلص امتى بقى البنت واحده ثانيه بتتعامل مع البيت فرج لا 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 مسهبه طول الوقت كده. طب احكي لي ايه اكتر حاجه استفدتيها من المسلسل ده؟ انا كل حاجه بدخلها الحمد لله يعني يمكن انا من الناس المحظوظه ان انا الحمد لله كل عمل بدخله بيبقى فيه نجم كبير. يعني بدايتي كانت مع استاذ نور الشريف الله يرحمه اشتغلت مع الفنانه يسرى طبعا في نكدب لو قلنا ما بنحبش. اشتغلت هنا مع طبعا في السلسال فنانه كبيره جدا عبله كامل والفنان رياض الخولي. انا دايما بحب اتعلم يعني متعوده ان انا دايما البني ادم او الممثل لازم يتطور طول الوقت مش يفضل ثابت عند نقطه معينه طبعا. فانا كنت بدخل اللوكيشن بتفرج في البدايه اول ما دخلت بدخل اتفرج شطره اشوفهم بيعملوا ايه. صحيح انا يعني خدت خبره من الحاجات اللي فاتت بس هفضل اتعلم لحد ما ابقى 90 سنه طبعا يعني طبعا طبعا ملهاش علاقه. ف طبعا استاذتنا عبله كامل علمتني حاجات كتير جدا اكيد لسه كنت هسالك عليها. أوه. طبعا الفنانه القديره عبله كامل يعني ما فيش حد ما بيحبهاش ما فيش حد ما بيتاثرش بيها وبشهتها يعني فعلا. احكي لي بقى عن الشغل معاها والكواليس معاها كان عامل ازاي. هي طول الوقت بتضحك ومبتسمه ومطمناكي وطول الوقت اول ما اروح اسلم عليها او اتكلم معاها حبيبتي وعامله ايه وما تقلقيش وانت كويسه وانت شطوره ومش عارف ايه. افتكر ان في مشهد في موقف من المواقف اللي انا مش قادره انساها يعني ليها معاها ان احنا دايما في المسلسلات متعودين لما مثلا بنيجي نعمل مشهد او حاجه لو في نجم بيمثل قدامنا لو هم هياخدوا الكاميرا بتاعتي النجم بيقوم يرتاح وبياخدوا كلامي كاني بكلمه وخلاص تمام. فكان في مشهد قالوا لها اتفضلي لو عايزه تقومي ترتاحي وانت يا دنيا اعملي المشهد مع الكاميرا. فقعدت وقالت لي انا عايزه اعلمك حاجه. قلت لها طبعا يا ريت. قالت لي اوعي تمثلي للكاميرا خدي مني يعني انا يعني ما كانش عندها مانع انت ترفضي تقول لهم لا خلوها قاعده يعني يعني ما عندهاش مانع لو قالوا لك كده قول لهم لا خلوها قاعده حتى لو نجمه فعلا يعني لازم انت تاخدي مني الاحساس عشان انت تعرفي لازم طبعاً. في كونتاكت ما بيني وما بينك. فبجد يعني بجد انسانه رائعه وفنانه رائعه طبعاً. بجد طبعا. قولي مين رشحك للدور ده في المسلسل؟ انا اصلا كان المفروض كنت هشتغل في المسلسل في الجزء الثاني او الثالث بس ما حصلش نصيب. بس يعني انا شايفه ان هو ما حصلش نصيب عشان ربنا شايل لي الاحسن يعني شايفه ان زينب احسن بكتير من اللي انا كنت هعمله يعني كنت هعمل دور حلو وكل حاجه بس متواجده وخلاص طول الاجزاء لكن زينب شخصيه فيها تمثيل. انا دايما بميل للشخصيات اللي فيها احداث وتحسي انت بتتحدي نفسك برضو تعملي حاجه جديده وبتطلعي طاقه مختلفه ودور او شخصيه غير شخصيتك. يعني انا ممكن مش ببص مثلا لمساحه الدور قد ما ببص قد ايه هو فيه مؤثر طبعًا. قد ايه هو تمثيل فيه صعب كده صعب. طب احكي لي بقى عن الصعب. احكي لي عن اصعب مشهد مثلتيه في سلسله الدم. لا في مشاهد كتير جدا بس يعني يمكن من اصعب الحاجات مرحله التحول من ان فراق خطفني لان انا بدات احبه دي كانت بالنسبه لي واحده مخطوفه أبداً. تحب خاطفها اللي خاطفها دي اصلا عقده نفسيه موجوده وشهيره ان زي ما بيقولوا عندنا بالبلدي كده القط ما يحبش اللي خناقه. فهو في فعلا ان ازاي قد ايه هو حد خطفك بيبقى ان انت تبداي تتعلقي بيه وتبداي ان انت تحبيه. واللحظه الحاسمه يوم قال لي لما بقول له احكي لي او ايه اللي حصل او مش عارف ايه او رجعني لاهلي قال لي بس بشرط تتجوزيني. فهنا النقطه دي المشهد ده
يعني انا تعبت فيه جدا، اللي هو ازاي انا هوصل لمرحله ان انا ابين ان انا مياله ليه وفي نفس الوقت انا مش هقدر ان انا اقول حتى ان انا بحبه او ما بحبوش. فعلا الموضوع كان صعب. طبعا طبعا خالص. طبعا طيب عايزاكي بقى تكلميني بقى عن مسلسل بنات سوبرمان. طبعا يعني عندنا كلام كتير جدا ممكن نتكلم فيه، لكن بعد الفاصل. ايه رايك؟ تمام اتفقنا. فاصل قصير جدا نرجع تاني نتكلم مع الفنانه دنيا النشار. استنونا. ورجعنا لكم تاني في كلام البنات، ودلوقتي هنكمل حوارنا مع الفنانة الجميلة دنيا النشار. ازيك تاني يا دنيا؟ ازيك انت تاني؟ بصي احنا قبل الفاصل كنا قعدنا اتكلمنا كتير طبعا دلوقتي عن مسلسل صلصال الدم. انا عايزة بقى اكلمك عن مسلسل تاني وكان ليكي دور حلو قوي فيه، وهو مسلسل بنات سوبرمان. بالظبط. عايزة اعرف بقى مين اللي في الاول كان رشحك للدور ده اصلا؟ بنات سوبرمان كان اللي رشحني ليه كان كاستنج دايركتور احمد تمام. بس وبعدين عن طريق بقى المخرج وكده رحت، يعني انا مضيت على طول. يعني موضوع يعني ما خدش وقت. يعني ما رحتش عملت بقى كاستنج كده. كان في ناس كتير جدا راحوا قبلي اعتقد عملوا كاستنج على الدور اللي انا عملته. بس هو انا اما رحت مضيت من غير كده. يعني شخصيه شريره؟ مش شريره قوي. بصي انا هقول لك، بنات سوبرمان مشكلته ان هو كان مختلف قوي عن كل اللي انا عملته قبل كده. يعني انا طول الوقت بطلع بنت البطل، اخت البطل، بريئه طيبه. يعني في ركين كنت حابه تعمل حاجه مختلفه. في صديق العمر كنت بنت جمال عبد الناصر، في الرحايا بنت استاذ نور الشريف. فطول الوقت انا كده، ففجاه ركلام. طبعا في تحول 180 درجه. طبعا فرق كبير جدا في كل طبعاً. الحاجات طبعاً. واللي هو اصلا ازاي، يعني اللي هو ازاي انا هيطلع مني حاجه؟ انتوا ازاي شفتوني هنا يا جماعه؟ انتوا مسكنين غلط. مش انا يعني. طيب احنا دلوقتي معانا بقى ليكي مفاجاه على التليفون. معانا دلوقتي الفنان القدير رامي وحيد. ازيك يا استاذ رامي؟ ربنا يخليك يا شيرين. اخبارك ايه؟ تمام يعني. لا اصل انت عملت دور يعني فراج في المسلسل، كان دور يعني مرعب لبنات كتير طبعا. فعايزه اعرف بس المشاهد دي بقى احكي لي عنها اكتر. كانت طبعا كان رعب الناس كلها، فدي حقيقه. بس عايزه اعرف بقى في الاول، هل المشاهد العنف الرهيبه اللي احنا شفناها ما بينك وما بين دور دنيا في المسلسل اللي هو زينب، هل المشاهد دي كانت بحقه حقيقي فعلا ولا كانت تمثيل؟ يا دنيا لا، ده هو بالعكس. ازيك يا رامي الاول؟ فاكرين وجه جديد. وانا اللي فاكر ان انا بتعامل مع ممثله اول مره وكده. طلعتي ما شاء الله عندك حاجات حلوه يا رامي. دنيا ممثله جميله. بقول طبعا لك كل سنه طيبه ومناسبه راس السنه الهجريه، وانت طيب طبعا. راس السنه القبطيه بيتزامن ده، ودي حاجه طبعا يعني بتاكد على ان احنا اكيد كلنا بنحب بعض ازاي، وعايشين في يعني في اتحاد بقالنا كتير جدا. صح. ففرحان قوي بالتزامن ده يعني. وان الحلقه بتاعتك تبقى في يوم كده اجازه والناس كلها تتفرج عليها، انت وشيرين وامارات منورين دايما في قناه تن. ربنا يخليك حبيبي يا رامي، بنورك والله. بصي يعني سلسله دم ده دنيا عملت دور بجد انا كنت مستني فيه نجمه، لانه دور مهم وكبير وصعب. وبصراحة أول ما شفت دنيا قلت يا بجد يعني، طب يا رب بس تبقى إيه يعني. تبقى ده كنت قلقان فعلا في الأول، كنت شاكك في قدراتها. لا أنا أقول لك الصراحة يعني. إحنا نحب الصراحة برضه. لأن أنا بحب شغلي جدا جدا ومستني الدور ده بالذات أعرف مين اللي هيعمله. فسألت قالوا لي دنيا، قلت طيب ربنا يوفقها يا رب وربنا يستر يعني. ربنا يستر فعلا. من اول ما اشتغلنا مع بعض بقى دنيا بصراحه كانت عظيمه، اثبتت كانت موهبتها الدور وزياده، وعملت اللي عليها واكثر وعملنا مشاهد مع بعض فعلا انا مبسوط بيها جدا. طب ايه المشهد اللي ما تنساهوش ما بينك وما بين دنيا؟ يا عيني استحملت كتير. هي العلق دي كانت بحقه حقيقي يعني، اللي كان بيحصل ده كان حقيقي ما كانش تمثيل. لا انا ما اتضربتش كتير، ده اللي قبلي اتضربوا اكتر من كده بكتير.
ايه رايك يا دنيا؟ ما انت قدرتي برضو ايه تضحكي عليه في الاخر برضو، فالموضوع لا يعني هو الفكره ان هو طول الوقت شرير جدا، فهو بيجي عندي المفروض ان هو بيتوب بقى وبيحبني وكده، ومع ذلك مجرد ما بيمسكني كده اروح الاقي ايدي زرقاء. بصي هقول لك يا دنيا، بصراحه كانت زي ما بنقول كده وش السعد عليا في الدور ده، انه الناس من قمه الكره وانه الناس مش طايقاني بسبب كل اللي حصل في اول الاجزاء، انه اتحول كل ده لتعاطف، فدي حاجه بصراحه انا كنت خايف منها وقلقان منها جدا طبعا، وفي نفس الوقت فرحان ان ده اللي حصل في الاخر يعني. صح. فدنيا كانت جزء مهم وكبير من الدور ده، لانه هي دي كانت السبب ان انا تحولت التحول ده. صح. انا عايز اقول لك ان فعلا فعلا المشاهد برغم قسوتها حتى على مستوى الدراما، وده اللي كان اقوى من الـ الالم الجسدي، كان في الم نفسي كبير، لان المشاهد فعلا كانت مكتوبه بشكل فيه حرفيه كبيره من الاستاذ مجدي صابر. طبعا نحب برضه نوجه له تحيه للمسلسل العظيم اللي كتبه ده. طبعا طبعا. والاستاذ مصطفى الشاري المخرج برضه المهم والمحترم، عمل نجاح عظيم. طبعا. ففعلا المشاهد كانت جسديا صعبه على دنيا، لان انا كنت عايز تبان المشاهد حقيقيه لابعد الحدود. صح حقيقي. وهي يعني زي ما انت شايفه كده قدامك قليله قوي، بقيت خايف والله عليها، بس يا دنيا تمام؟ فتقولي لا تمام انا تمام. وبعدين في الاخر قالت اللي جوايا بقى كله، عملنا لايف كده مره جبتها هي ونرمين ماهر. ايوه. في مشهد نرمين عورت نفسها فعلا. ازاي ده يوم الفرح؟ ازاي كانت ماسكه السكينه؟ الاثنين بقى قعدوا بيعيطوا جنب بعض زي ما اكون انا الشر الكبير. فيعني فبصراحه استحملوا مني كتير والله، بس يعني كان الشغل الحمد لله طلع حلو قوي. الحمد لله. ده اهم حاجه، وكلنا بننسى كل الحاجات دي قدام ما نشوف نجاح كبير. طبعا. مشاهد دنيا كانت بتنزلها على طول عندها، انا كنت متابع اللي هي بتعمله، بشوف الفيدباك المشاهد بتاعتي انا وهي، ببقى مبسوط بيها جدا. طبعا. بتمنى لها كل التوفيق. عايزه اقول لك ان لو الممثل اللي قدامك مش يعني ضعيف او ما مش عارف يديكي من احساسه، او مفيش ما بينك وما بينه اي تواصل او كده، انت مش هتقدري تعملي دور بالصعوبه دي. بس رامي بجد كان، انا كنت ببص في عينيه خلاص فراج، يعني انا شايفه فراج وشايفه الشخصيه دي اللي كانت شريره، يعني بجد مقنع جدا. طبعا. طبعا. يعني بجد هو ساعدني كتير، يعني بجد ساعدني كتير جدا هو. طبعا يعني انا يعني مهما قلت هيبقى الكلام بجد قليل، يعني فعلا هو يعني انا كنت في الاول قلقانه، لا ساعدني ساعدني، ده مجرد ان هو اصلا بصت العين اللي فيها حب واطمئنان لا بجد هو ممثل هايل، ربنا يكرمه. هي. طب انا عايزه بقى دلوقتي اقول لكم، معانا مفاجاه، معانا دلوقتي على تليفون المخرج مصطفى الشال، وهو مخرج عمل مسلسل سلسال الدم، فطبعا انتوا الاثنين معانا على التليفون، ومعانا هنا في استوديو الفنانه دنيا النشار. والو يا استاذ مصطفى. ايوه الو. اهلا اهلا بيك في برنامج كلام البنات. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ مصطفى. انا معايا دلوقتي في الاستوديو الفنانه دنيا نشار، ومعايا على التليفون الفنان رامي وحيد، واحنا حابين نتكلم بقى مع حضرتك وعن المشاهد اللي كانت ما بين فراج وزينب، وطبعا حضرتك مخرج العمل، فعايزين نعرف من حضرتك بقى رايك في المشاهد دي وفي الفنانين اللي معانا دلوقتي. والله انا يعني طبعا سعيد ان انا بسمع واشوف دنيا، وبسمع صوتها ان هي وحشانه بقالي كتير ما شفتهاش. حبيبي يا استاذ مصطفى وحضرتك والله. الله يخليك. ازيك يا دنيا؟ وحشانه. الحمد لله والله. وحضرتك يا استاذ مصطفى وحشني جدا، انا عارفه اني مقصره بس معلش. الله يخليك يا دنيا. والله يعني يا ونعمه هي ورامي كانوا عاملين يعني قبل كده جميل دويتو كده، الطيبه والشر، يعني كانوا الاثنين مع بعضين الطيبه والشر. يعني دنيا كانت اول مره تشتغل معايا، بس انا فوجئت فيها والله بمستواها وبادائها وتمثيلها. اثبتت نفسك انت يعني ان هي يعني ممثله ان شاء الله يبقى مستقبلها كبير وواعد. طبعا رامي غني عن التعريف، رامي يعني اكيد ابن الوزع عوام. حبيبي يا استاذ مصطفى وحشنا. حبيبي يا رامي. ازيك يا حبيبي؟ وحشنا كتير والله. وانا تعبتك معايا، واحب اقول يعني حاجه كده، ما فيش مخرج بيعملها
وانا طلبتها من استاذ مصطفى، وان احنا في مشهد من المشاهد انا كان احساسي فيه حسيت ان انا ما كنتش قد الاحساس في الوقت ده، فطلبت من الاستاذ مصطفى ان احنا نعيد المشهد ده، وكان كنت انا ودنيا في المشهد ده بالظبط. فطبعا فكره ان احنا نعيد مشهد في ديكور بعد ما غيرنا الديكور دي كانت حاجه صعبه جدا انتاجيا واخراجيا، وانه الاستاذ مصطفى يوافق عليها ويحس انه فعلا انه الاحساس اللي انا كنت عايز اوصله الجديد اللي انا عايز اوصله اهم وافضل، فده بجد انا بشكرك عليها يا استاذ مصطفى، وعمر ما حد عملها، ودي حاجه جميله اشيلها لك على راسي يعني. طبعا دي حاجه من الحاجات يعني، عشان الواحد لما بيشد الاقي ممثل احساسه عالي وعايز يعيد تاني وتالت وحتى لو بعد اسبوع خليه يعيد تاني طبعا، عشان ناخد يعني احسن ما عنده، انا الواحد يهمه ان هو ياخد احسن ما عندي الممثل يعني. بس طبعا يبقى سيت اب اضاءه ولوكيشن بيتغير وديكور بيتغير، وان انت فين الكاميرات تحط ده كله تعب كبير، وطبعا استاذ مصطفى كان بكل صدر رحب والله، كان راجل بجد من اطيب واجمل الناس اللي الواحد عامل معاهم اكيد، كل التفاصيل اللي الواحد بيحب يضيفها للدور كانت عظيمه، واحتوائه لدنيا، وانه في الاول كانت لسه جايه متوتره من الدور حقيقي وبدات يا عيني بدات بمشاهد ثقيله عليها وعليا، مشاهد كانت دراميا ثقيله طبعا. طب استاذ مصطفى عايزه اعرف ايه المشهد اللي حضرتك وقفت قدامهم فيه وحسيت ايه ده؟ ايه المشهد الرائع اللي الاثنين دول عملوه قدامي ده؟ انهي مشهد تحديدا حضرتك حسيت ان هم فعلا مثلوه بكفاءه غير عاديه؟ هو المشهد اللي بيبص في عينيها وبيفتكر والدته، بيفتكر اما بيعرف ان اسمها زينب وكانت والدته اسمها زينب، فاما بيجي يقرب منها ويهجم عليها علشان يغتصبها فبيشوف ملامح والدته فيها، فبيبتدي يبعد عنها وبيبتدي يحس باحساس غريب كده وبيبعد ما بيلمسهاش. فكان حقيقي الاثنين عملوه حلو جدا يعني، كانت هي على طول يعني مصدر له المصحف على صدرها وهو كل ما يقرب منها ويشوفها يلاقيها ان هي اسم زينب على اسم مرات امه، فكان بيبعد عنها وبيخاف منها يعني. هي عمله حلو قوي المشهد ده يعني، طبعا يعني كان اصيل برضه الراجل طبعًا. طيب يعني بالاخر المنحب بيرجعه يعني. انا عايزه اقول ان اخر يوم تصوير احنا كنا زعلانين جدا ان المسلسل هيخلص، فرحت الاستاذ مصطفى بقول له طب يعني انا نفسي يحصل اجزاء ثانيه، قال لي ما انت لما كنتيش صدرتي المصحف كان زمانكم خلفتوا ولادكم عملنا بيهم جزء ثاني مثلا. طبعا لا كان عمل رائع ومسلسل رائع، وفي يعني كم من فنانين رائعين طبعا، ونتمنى نشوف له جزء ثاني ان شاء الله. طبعا هنشوف بقى هتفاجئونا بيه ان شاء الله السنه الجايه ولا لا، طبعا دي مفاجاه لسه مش عارفينها. المخرج العظيم مصطفى الشال والفنان رامي وحيد، انا بشكركم جدا جدا على المداخله دي، فعلا كان مسلسل رائع، ونتمنى نشوفكم في اعمال كبيره جدا ان شاء الله في الفتره القادمه. بشكركم جدا. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا، انا مبسوطه جدا جدا حبيبتي جداً. ده احنا مبسوطين بيكي بجد، رامي ممثل هايل، الاستاذ مصطفى انا اتعلمت منه كتير جدا طبعا، مخرج شاطر قوي وفاهم شغله وهادي، ومش يعني مش بيوتر الممثل في اللوكيشن، تحسي اللوكيشن هادي طول الوقت وفي احتواء كده وفي طيبه وفي حنيه، تحس ان انت موجود في البيت يعني، قاعد في وسط اهلك مش قاعد في وسط لوكيشن تصوير وشغل وكده، وده كان مهم قوي بالنسبه لي طبعا. اكيد طبعا الراحه دي بتبقى مهمه جدا بالزبط. طيب عايزه بقى انقل لحاجه تانية دلوقتي، كان في مسلسل الرحايا مع الفنان الراحل نور الشريف الله يرحمه، طبعا يعني فنان طبعا، لو هنقعد من هنا لاخر اليوم مش اخر الحلقه بس نتكلم عنه، مفيش كلام كفايه نقدر نقوله عنه بالزبط. عايزاكي تحكي لي عنه، عن الكواليس معاه، عن الشغل مع حد عظيم زي بصي، هو في موقف ان انا اول يوم تصوير برضو انا حظي دايما ده، بس ده كان بقى اول مسلسل اعمله في حياتي يعني، كان اول كان مره اول بقى تقف قدام كاميرا كنت انا لسه متخرجه من معهد باليه، تمام، خلصت باليه ودخلت فنون مسرحيه في سنه اولى، تمام، لقيتهم بيكلموني وانا في اولى تعالي في دور بنت استاذ نور الشريف ويلا بس احساسك كان ايه طبعا في سنه اولى؟ بصي هو الموضوع كان ملخبط شويه يعني، انا
كنت بمتحن ماده العروض بتاعتي التمثيل بتاعتي، وكان الدكتور بتاعي دكتور اشرف زكي. فبعد الامتحان ما خلص النتيجه ما ظهرتش ولا اي حاجه، بعديها بشهر مثلا او باسبوعين لقيت حد بيكلمني، الو المخرج حسني صالح، استاذ حسني صالح عايز حضرتك. فروحت، خير في ايه؟ انت هتعملي دور نواره بنت استاذ نور الشريف. قلت له حضرتك تعرفني منين؟ هو فعلا كده يعني عمري ما عملت حاجه، انت تعرفني منين؟ قال لي ما فيش، انا كنت بكلم دكتور اشرف. طبعا دكتور اشرف الاب الروحي لينا كلنا طبعا، اكيد طبعا، وعايزين نبارك له بالمناسبه دي على رئاسه اكاديميه الفنون. اكيد طبعا طبعا طبعا، منصب مهم وكبير جدا، وهو قدها وقدود طبعا. بالظبط قدها وقدود. فالمهم فقال لي ما فيش، انا كنت بكلم دكتور اشرف. انا يعني ما كانش في علاقه، ما كنتش اعرف دكتور اشرف غير ان هو دكتوري يعني بشوفه في اللجنه في الامتحان، ما اعرفش اي حاجه. فبيقول لي انا كنت بكلمه بقول له انا عايز واحده 16 17 سنه بنت استاذ نور. فقال له والله انا لسه شايف واحده في امتحان واخده معايا امتياز. قلت له ايه ده بجد خدت امتياز؟ اصلا ما كانش عندك حتى معلومه الامتياز. ما اعرفش النتيجه ما ظهرتش. فقال لي انت فرحانه انك خدتي امتياز ومش فرحانه انك هتمثلي مع استاذ؟ فطبعا كان بالنسبه لي الموضوع مفاجاه فوق الفظيعه. طبعا الاول قعد عمل لي تيست وقعدنا نقرا وبتاع وكده، وبعدين قام قايل لي يلا اطلعي امضي، وكلم استاذ نور على التليفون ودنيا ومش عارف ايه. قال له خلاص انا بثق في كلامك، وطالما دكتور اشرف كمان شكر فيها خلاص ما فيش اي مشكله كده، ويلا على التصوير. فجي اول يوم تصوير، المفروض ان انا بعد ما اتجوزت وخلفت كمان وشايله البيبي وزعلانه من جوزي عشان اتجوز عليا، وواخده شنطه السفر ورايحه بيت بابا اللي هو الفنان نور الشريف. فشايله شنطه سفر، شايله بيبي على ايدي في بطانيه تقيل جدا بيعيط كتير قوي وانا لسه ما فيش اي حاجه، وداخله عشان اقول لبابا حصل كذا واشتكي له. طبعا انا ركبي بتخبط اكيد يعني مش اي اول مشهد ليكي قدام فنان عبقري، اول مشهد ليا قدام كاميرا كمان يعني اللي هو موضوع مفيش يعني توتر اكتر من كده. مفيش توتر اكتر من كده. طب وقولي لي عملت ايه؟ هو استاذ نور قام قايل لهم ستوب يا جماعه، انتم ليه لخمنها بحاجات كتير؟ مبدئيا سيبي الشنطه على الباب، يعني خدي الولد في ايدك قربي براحتك مش عارف ايه. فتمام، فخد البيبي ودخلت. اول ما وقفت قدام استاذ نور وانا شايله البيبي لسه هنطق اول كلمه، قامت الطرحه متزحلقه تمام، وانا شايله البيبي خالص. يرمي البيبي وقعد الطرحه يقف استنى. فالمخرج قال ستوب، حد يجي يظبط لها الطرحه تمام. فوقف استاذ نور بنفسه، والله يا عمري ما انسى الموقف ده، قعد يظبط لي الطرحه بايده فعلا. فبعدين الماكير داخل، عنك يا استاذ نور حضرتك ارتاح. لهم امشوا مالكوش دعوه، مش دي بنتي انا. اللي هو فكره ان هو موقف بسيط قوي بس اللي هو بيشيل التوتر طبعا. لا وعلى فكره دي بتبني راحه عندك وعلاقه، ان انت رايحه بعد كده ما فيش الرهبه بقى والرعب من الفنان الكبير. انت هتقفي قدام ده انت حاسه ان انت خلاص، يعني اذا كان هو بنفسه بيقول لا دي بنتي مالكوش دعوه، فانت مطمنه. واكيد ده هيقدر يخليكي تطلعي احسن ما عندك وطاقتك كلها تطلع، وتقدري تبيني موهبتك فعلا بحقه حقيقي اللي كان ممكن بسبب توترك ما تبانش قوي او ما تقدريش تطلعيها. فطبعا حركه طبعا لافته منه رائعه طبعا. يعني هو يعني حاجه استغل تفصيله بسيطه جدا ان هو يطمني ويحتويني وكده. حتى بعد المشهد ما خلص قام قايل، كان في مشهد بعديها المفروض ان انا بسلم عليه وببوس ايده وبقول له ما تزعلش مني، سامحني يا بابا وكده. فقام نادي الفوتوغرافر قال له صورها وهي بتبوس ايدي علشان دي هتبقى نجمه باذنها بس. يا طبعا ذكريات اكيد رائعه، وذكريات طبعا يعني ما لهاش ولا اول ولا اخر. انا عارفه، لكن مع الاسف وقت فقرتنا خلص. لكن انا استمتعت معاكي، انا اكتر والله، وعايزه اقول لك انا مبسوطه بيكي وفخوره بيكي وفرحانه ان عندنا بنات حلوه كده زيك وموهوبه، هيبقوا نجمات ان شاء الله الصف الاول قريب ان شاء الله. مبسوطه جدا بيكي ونورتينا في كلام انا اللي اتبسطت معاكي جدا. وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الهجريه الجديده، ويا رب كده دايما مبسوطين وفرحانين، ويا رب ابقى خفيفه عليكم. اكيد يا حبيبتي دايما ان شاء الله منورانا. ميرسي جدا جدا يا دنيا، بشكرك. شرفت بيكي.
كلام البنات ما بيخلصش. فاصل ونرجع نتكلم مع نرمين ومعاها منتخب بنات كرة الطائرة اللي فازوا ببطولة أفريقيا وتأهلوا رسميا لكأس العالم في المكسيك. استنونا. ورجعنا لكم مره تانية، واحلى الكلام بيكون كلام البنات بقى مع ثلاث بنات الحقيقه مميزين ومختلفين جدا. النهارده هيكون يوم مميز جدا لان احنا كمان هنحتفل بمنتخب شابات الكره الطايره تحت 20 سنه واللي كسب لقب البطوله الافريقيه اللي كانت او اقيمت في كينيا وتاهل الحقيقه بشكل رسمي لبطوله العالم في المكسيك. طبعا بنبارك لهم وبنقول لهم الف مليون مبروك ودايما رافعين اسم مصر وعلم مصر. خلوني ارحب بالبطلات المنتخب اللي منوريني النهارده في استوديو كلام البنات. سهيله وفي، اهلا بك يا سهيله. اهلا بحضرتك. كمان عليا هاني، اهلا بك يا عليا. كمان زينه العالم، اهلا بك يا زينه. انت قريبه المخرج يحيى العالمي؟ ايوه. طب مش مفيش تمثيل؟ لا لا مفيش تمثيل، بس هنا في غنى. احنا يعني احنا هنكتشف النهارده الحقيقه مواهب ثانيه غير ان هم شالوا او رفعوا اسم وعلم مصر. سهيله خليني ابدا بيكي، وعايزه تحكي لي اكتر بقى ونعرف الساده المشاهدين عن البطوله والمنافسه كانت هناك اخبارها ايه؟ البطوله كانت صعبه مش سهله. اول سنه تقريبا تبقى فيها 9 فرق. اوكي. كل سنه بتبقى 3 أو 4 ماكسيمم يعني. المره دي كان فيها 9 وما كانتش سهله خالص يعني. والمنافسه ما بينكم ما بين بقى مين الدول اللي كانت مشاركه؟ كان في موريشيوس وكينيا والكاميرون ونيجيريا ومين تاني، كونغو، رواندا واوغندا. رواندا انتوا الماتش النهائي كان قدام رواندا؟ كان مع رواندا. صح؟ وكسبتوا 3-0. كسبنا 3-0. يس. طيب عاليه احكي لي بقى انتوا برضه انت بقى كاحساسك انت وانت رايحه البطوله الافريقيه في 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 الكره الطايره للشابات، كنت خايفه ولا لا كان عندك ثقه برضه عادي يعني ده حاجه بسيطه يعني؟ لا هو طبيعي بيبقى في توتر شويه يعني قبل ما يبدا البطوله. بس بعد المجموعه يعني ما خلصت وكده دخلنا مربع بدانا ان احنا يعني خلاص يعني عايزين نكسب بقى وكده، فالتوتر بيقل شويه. بيجيبوا لكم مثلا حد متخصص بيقعد يتكلم معاكم وكده بيهديكم ولا لا انتوا بتعتمدوا على نفسكم؟ لا احنا بنعتمد على نفسنا. انتوا بتعتمدوا على نفسكم. طيب زينه اصعب ماتش كنت داخله خايفه منه كان ايه؟ هو كان ماتش الكونغو، كان ماتش صعب لانه كان اول ماتش يعني يكون صعب، الفرقه كانت بتلعب كويس. فده كان اول ماتش، ده اللي دخلنا يعني في جو البطوله وكده، فيعني ده كان من اصعب الماتشات اللي في البطوله. بيبقى في خطه زي ما بنشوف مثلا في كره القدم، بيبقى في خطه وبتتفقوا وبتاع بتقعدوا ايه؟ طب احكي لي بقى الخطه 4-2-4 ايه الخطه؟ لا الموضوع ده مش كده قد ما هو بيبقى في سكاوتنج دايما على الفرق اللي قصادنا يعني. النهارده مثلا زينه هتمسك كذا، سهيله هتمسك كذا، مثلا يبقى المان بتاعها على الشبكه او كده، فبنبقى داخلين عارفين 50 أو 60% يعني من الفريق. ممكن الخطه مثلا تتغير اثناء وانتوا بتلعبوا الماتش؟ انتوا اللي بتغيروه ولا الكوتش هو اللي بي طيب انت هتغني؟ هتغني ايه؟ يا عالم بتاعت اصلا. ايوه بقى ايوه بقى ده يعني ده كان طلب شخصي جميل. يلا بينا. يا عالم اشوفه لو صدفه يوم لا بيجي لي نوم ولا بنسى، وفرصة رجوعنا بتنقص أكيد، وهو بعيد وفينا الآه، وفكرة أكمل وأنا مش معاه،
عليك إن الحياة خلاص واقفة عنده رافضه نعيش وبفضل مكاني وبستنى أنا كل مدى بلاقي اللي فات مصمم ما يكونش لي ذكريات وبتأكد إني في غيابه ماليش نصيب تاني أرجع أحس بحياة. الله 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 انا كانت بتغني لكم في المونتاج كتير شكلك كنت عارفاهم. كانت ايه اكتر اغنيه كانت بتدندنها كانت ايه؟ عايش سكر. عايش سكر انت بتحبيها الاغنيه دي قوي. طيب احنا معانا على التليفون الكابتن احمد فتحي المدير الفني للمنتخب. يا كابتن احمد اهلا بيك والف مليون مبروك. كابتن احمد الو اهلا بحضرتك ويعني بنبارك مليون مبروك على الفوز. الله يبارك فيك يا فندم ربنا يخليك. الف الف مبروك لمصر ومبروك للبنات ان شاء الله. طيب خليني اسمع بقى من حضرتك الكواليس اللي محدش بقى يعرفها. بتضحك ايه شكلك شكلهم كانوا ايه يعني مطلعين ايه حضرتك يعني ايه بقى كنت بتعمل ايه مع البنات لان واضح كمان ان هم اصحاب اصلا من قبل ما يدخلوا الفريق صح؟ شكلكم باين ان انتوا اصحاب اصلا فاحكي لي بقى الكواليس كانت عامله ازاي؟ لا والله بجد انا يعني من عندي هنا كده ومن خلال برنامج حضرتك كده بحيي البنات كلها اللي قدامك وبقيه الفريق كله. البنات فعلا استحملوا قعدوا 4 شهور تقريبا في معسكر مفتوح وبعد كده عسكروا اخر اسبوعين قبل البطوله. الناس كانت عندها دراسه وناس يعني ثانويه عامه كانت فينا ثانويه عامه قدامت بس في ناس وعاليه وسهيله عندهم طبعا الدراسه وكده فكان الناس بتيجي على دراستهم واهاليهم برضو كانوا كل يوم بيجوا الصبح وبعد الظهر فبشكرهم وبشكر الفريق كله طبعا بشكر الاتحاد المصري ان هم طبعا قدروا يدونا الفرصه دي نسعد بيها طبعا الشعب المصري كله يعني الحمد لله. طيب بتستعدوا ازاي لكاس العالم اللي هيقيم في المكسيك او اللي هيقام في المكسيك؟ والله احنا خلصنا البطوله خلاص بطوله العالم في المكسيك غالبا هتبقى شهر 8 ان شاء الله السنه الجايه. البنات طبعا رجعوا دلوقتي الانديه بتاعتهم علشان بيستعدوا لبدء الدوري بتاعهم كل اللعيبه رجعت الانديه بتاعتها. احنا ان شاء الله اللجنه الفنيه في الاتحاد ان شاء الله مع هنقعد نحط الخطه كامله لاستعداد لبطوله العالم كلها الشهر 8 السنه الجايه فهيبقى اكيد في ان شاء الله تجمعات دوريه كل اسبوع يومين تقريبا كل اسبوع البنات بيتجمعوا فيهم وهو الدوري بتاعهم شغال طبعا لمتابعه بيتجمعوا كتمرين ولا كمعسكرات؟ تمرين لا مفيش معسكرات طبعا مفتوح ما نقدرش معسكرات علشان الدوري بتاعهم شغال انديتهم بيلعبوا كل لعيبه ماتشين في الاسبوع ويتمرنوا كمان يومين فاحنا كمان هناخدهم يومين يتمرنوا معانا كل اسبوع ولو ياخد مثلا يوم في الاسبوع يوم الجمعه مثلا. اولا متابعه المستوى الفني وتاهيل اللعيبه اللي هي ممكن يكون لسه عندهم لو في مشاكل عندهم اصابات او حاجه وخارجين من اصابات ومتابعه بقيه اللعيبه في الدوري ممكن نضم حد تاني جديد مثلا اللي بيظهر بشكل كويس. يعني اللي يهمنا ان في نهايه السيزون على شهر 3 كده ان شاء الله يبقى عندنا قوام الفرقه يعني اجهز ناس موجوده هي اللي هتتجمع ان شاء الله تبدا معسكرات. طيب والكاميرا على الثلاث بنات لا هاتوا الكاميرا علي عليهم مش عليا. مين اكتر حد بيتعبك زينه ولا عليا ولا سهيله؟ اكتر حد مشاكس ومثلا لما تيجي تحط الخطه يقول لك لا يا كابتن بلاش مش عارفه ايه اكتر حد انا والله ما بجاملهم والله فعلا البنات دول ما تعرفيش يعني كانوا منتهى الالتزام في الفتره اللي احنا قضيناها في سواء قبل ما نسافر او في البطوله هناك ما تعرفيش الناس شكل يعني شكل عالية هي اللي تعبانه لان عماله بتضحك ضحك مش طبيعي لا 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 طب يبقى زينه ولا والله ولا زينه مش عايش صوتها اصلا طول المعسكر طب شفتوا الكابتن ده حضرتك حد جميل جدا يا كابتن والله بالتوفيق والف مبروك ويعني مستنيين بقى يعني البطوله في المكسيك ان شاء الله. كابتن احمد فتحي المدير الفني لمنتخب الشابات للكره الطايره بشكرك شكرا جزيلا. مين بيتعب كابتن احمد فتحي في التمرين؟ والله العظيم حاسه ان انت لا والله ما بعملش حاجه عيني في عينك كده لا يعني ايه نوع التعب يعني بتتعبيه في التمرين؟
بتتعبيه في يعني انت بتتدخلي مثلا؟ لا يا كابتن بلاش كده. لا والله مش للدرجه دي. طب ايه؟ محدش بيقدر يعمل كده اصلا بعدنا يعني. مش موجود ما ينفعش اصلا كده. طيب وانتم مسافرين كنتوا بتعدوا للبطوله ازاي؟ يعني كان في اكيد استعدادات انتوا شخصيه. أيوه. عملتوا ايه طبعا المعسكرات يعني والحاجات دي؟ طبعا الكابتن والجهاز كله كان بيتكلم معانا وكده، وان احنا يعني بنشرف اسم مصر فاحنا لازم ندي كل حاجه عندنا. فكنا بقى بنتمرن الصبح، ومثلا عندنا ماتش بالليل ونوم بدري، وموبايلات بتتسحب عشان نبقى مركزين. كنت في مدرسه متهيألي كان صعب قوي التوفيق ما بين المدرسه وال عملتوا ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. نقول الف مبروك يعني. الف مبروك. الف مبروك نجاحكم في الثانويه العامه، الف مبروك ان انتوا رفعتوا اسم مصر. مبسوطه وفخوره يعني بنات بلدي شرفونا بره. بشكركم شكرا جزيلا. سهيله وفيق، بشكرك يا سهيله، صوتك يجنن، وكملي في موضوع الغنى. هتكملي ولا ممكن الاهل يرفضوا؟ لا انا عاوزه اكمل. هتكملي بالتوفيق ان شاء الله. عليا هاني، بشكرك يا عليا، يا متعبه انت يا مشاكسه شكلك. زينه العالمي، بشكرك وهنستناكي في التمثيل. يعني في تمثيل ويبقى في غنى، في تعب. في تعب. بشكركم والف مليون مبروك. ميرسي جدا ليكم. بشكركم اعزائي المشاهدين، حلقه نهايه الاسبوع خلاص، ويك اند ان شاء الله. اشوفكم يوم الاحد، يوم جديد وحلقه جديده، ودايما احلى الكلام بيكون معانا كلام البنات على تن تي في. باي باي.